وانا هلا صار معي بالاستوديو دلال هنداوي ونسرين فحامي اللي هن كمان متطوعين بحمله دفا. بصبحكم بالخير، كيفكم اليوم؟ الحمد لله ماشي الحال. انتم مسؤولين عن قسم اعاده الاعمار والبناء، وطبعا بتخيل انه هذا القسم خلق من بعد الانفجار المأساوي، انفجار 4 آب. خبرينا شوي دلال، شو هن يعني، صار مارق فتره كثير طويله على الانفجار، وبتخيل انه بمحل معين بعدنا كثير عم نعاني لليوم من جراء كل شيء صار من هذا الانفجار. خبرينا وين صرنا اليوم وقد ايه الحاجه بعدها كبيره؟ حجم الدمار اللي سببه الانفجار كثير كبير. نحن لحد هلا صرنا مصرحين اكثر من 400 بيت، بس الحاجه كثير كبيره. يعني بعدنا لهلا لبعد سنه ونص من الانفجار، بعد في بيوت ما تصلحت، بعد في بيوت ما حدا ساهم فيها، بعد في عالم بحاجه، وكل ما الوضع عم بيسوق اكثر كل ما الحاجه عم بتصير اكثر. عم بتصير اكبر. مزبوط. خبرينا نسرين، شو هو اذا بنقول اعاده اعمار وبناء؟ هي كلمه كثير كبيره، خبرينا شوي بالتفاصيل عن شو تحديدا بتقوموا فيه. اوكي، اكيد من بعد ما صار الانفجار بلشنا نحن ننزل مثل الكل على طريق ننظف نساعدهم ببيوتهم. ما كنا متخيلين هالقد الحاجه للناس وهالقد الدمار كان كثير كبير. صحيح. سو بلشنا بالتنظيف، بعدين لقينا لا الحاجه في ناس ما عندها ازاز، ما عندها حيط، وقع البيت بالاخر، دمر كل شيء ببيتها، ما عندها مثل ما قلت ازاز، حتى ما عندها غرف لتنام فيها، ما عندها الاساسيات بقلب البيت، فالحاجه كانت كثير كبيره صراحه. ولليوم بعدها، بس اذا بنقول يعني اليوم بتامنوا غير انه كل شيء خاصه بالبناء وبالاعمار كازاز وكحيطان، في كمان مواد اوليه واساس فقدوه كتار من الناس ببيوتهم، وما عندهم القدره الشرائيه الكافيه اليوم بظل الوضع الاقتصادي الصعب. عم تقدروا تامنوا هول الامور؟ مزبوط. كمان نحن بكل بيت عم نفوت عليه كنا عم نفوت نعمل اسسمنت لهن لشو بحاجه. يعني بنبلش بنشوف البيت شو حجم الدمار اللي فيه، من بعد ما نخلص من البيت من برا بنفوت عليه من جوا الازاز البواب، من بعد ما نخلص اعاده اعمار البيت بنرجع بننتقلوا للتفاصيل الاساسيه. بنفوت بالفرنتشر والالكترونكس اللي هن مستحيل يعني يقدر اي حدا يقدر يتكفل فيهم يرجع للاسف. يعني اليوم بعرف انه الوضع صعب، بدي لكم يعطيكم الف عافيه دلال هنداوي ونسرين فحام، شكرا لوجودكم معنا. Thank you. حتكونوا كمان موجودين كل النهار بحمله دفا تحت شعار من خيرك ساعد غيرك. وهلا مشاهدينا بنتوقف مع بريك صغير وبنكمل من بعده.